سلام الخوت بصباح، شو بغيتي عاوتاني؟ شوم اخويا انت تدعو للفتنة، وانما المؤمنون اخوة. هاي 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 هاي، نزل عليك الايمان ابو صباع. وفاش انت عارف هادشي هذا كامل؟ علاش سرقتي لي فيديوهاتي؟ كان يسحاب لينا راك مبنش بحال كاع المراركة. ايوا فاش جيت قلت لكم حيدوا رسام جزائري وديروا رسام مغربي، علاش بديتو كتسبوني؟ العفو عند المقدرة يا خو، الله يسامح، غير رجع للرسم نتاعك وقطع الجرعات. ايوا والقفطان نتاعنا والجلابة نتاعنا. اختك اللي في الخليج من روكيا. ايه الصحراء المغربية. خطينا سياسة يا خويا، احنا ندعمو الشعوب في تقرير المصير برك. حتى انا لا ادعو الى الفتنة يا ابو صبع، غير قلبي على القبائل مساكن بالرئاسة ديال فرحات مهني. هذا مكان كمك يا خشيان عطايس، رجي بختك من الخليج حراس بتاهم لي ليا والصحراء الغربية. ترى ما يليق معاك غش بنطيح. انا ما كنتش كنستغرب ليه قدات المنطق باش خدام بو صباع. حرام عليكم وحلال عليا. نادي العرباوي من نهار دخول الرينج ديال الامم المتحده هو فين ما شاف عمر هلال يبدع ليه حب شباب حب شباب حب شباب حب شباب حب شباب. طالله يهديك اسي العرباطي، اش من حب شباب؟ حب شباب هيا في الجبهه ديال عمر هلال. نهار عمر هلال طلع عليه الدم ويوريه المجلوده اللي نايضه ليه في ظهره، قال لي تفوت عليك حبه شباب ولا نفقس لامك هاد المجلوده اللي نايضه ليك في قزيبتك. وبدا كيبكي المروق حقرني. ولا بغيتي المروق ما يحقركش فوتو عليك. بصبع اكثر كائن كيجيب لي الضحك هو انت، داير بحال داك السعدان اللي قزيبتو عريانه وقاس كيشير البقل السبع. ولا بقيتي كتقزقز بزاف بصبع غادي تجي شي نهار على عظم الطيو. يلا نوض بصبع على سلامتك. قبل ما نسالي الفيديو حاب نوجه الشكر للاخ سعيد اللي دعمنا في الباي بال، وخديمه بصبع تيجي عندي وتيقول لي الله سعيد مسترزيق كترزق من اليوتيوب. وانا ربي اللي شهد عليا ما عمري دخل درهم واحد من الادسنس. المبلغ الوحيد اللي ربحته من هذه القناه هو واحد 200 دولار صيفطوها لي خوتي المغاربه. واذا كانت 200 دولار عندك فلوس نعطيها لك ابو صبع غهنينا. اه مدها لي، راني حاب نشري خروف يا خو، اللحم الحمار طلع لي في راسي. بغيتي ال 200 دولار؟ دور رق زيبتك هاك.